هي أطماع السعودية في المهرة؟ وكيف أثرت سيطرتها على الحياة الاجتماعية والسياسية لأبناء المحافظة؟ ما هي أبرز الانتهاكات والتغيرات التي أحدثتها السعودية على الأرض؟ أهلا بكم. مشكلة المهرة مع القوات الإماراتية والسعودية تكشف الجانب المظلم من هذا التدخل وطبيعة هذه الأطماع. الليلة مع أحد أبناء المهرة سنسلط الضوء على هذه المحافظة المسالمة. كيف بدأت المشكلة؟ ولماذا فشلت الإمارات في تأسيس قوات النخبة المهرية؟ وما هو دور الانتقال في إشاعة الفوضى في هذه المحافظة؟ كيف تدخلت القوات السعودية؟ وما هي أبرز التغيرات التي أحدثتها على الأرض؟ ناهيك عن ملف الانتهاكات وحقوق الإنسان وجرائم هذه القوات في المحافظة. وأخيرا، ما مدى تماسك مجتمع المهرة، هذا المجتمع الهادئ والمسالم، حيث وقف أمام هذا التدخل غير المفهوم ووقف بثبات على المبدأ والفكرة؟ محافظة آمنة ومستقرة، لله الحمد والشكر. نسيجنا الاجتماعي منذ الأزل كان ولازال إن شاء الله مضرب المثل، ونريد أن يبقى هكذا بإذن الله، وأن نجنب أهلنا وبلدنا ومحافظتنا الأشرار والفتن التي رأيناها حقيقة تدفع بنا إلى مربع لا نتناول جميعا. هكذا عاشت المهرة على جنح السلام بعيدة عن الصراع والمكايدات، لا ميليشيات هنا ولا إرهاب، غير أن ما تعيشه المهرة منذ أشهر خلت من ظروف صعبة ولحظات قاتمة منذ قدوم القوات السعودية وحلفائها يؤكد أن البوابة الشرقية لليمن باتت هي الأخرى عرضة للأخطار، لأن حرصنا الأول والأخير على حفظ هذه المحافظة وأبنائها من الفتن ومن أي شيء يضر بنا. حاولت الإمارات استنساخ تجربة الأحزمة والنخب ضمن مساعيها للسيطرة على الموانئ والجزر بما في ذلك جزيرة سقطرى، لكن ذلك الأمر اصطدم بجدار من الرفض الشعبي حينها، وأطلقت المهارة صوتها محذرة من ملشنة المحافظة المسالمة. سرعان ما تشكل حراك شعبي مناهض لوجود قوات أجنبية في المدينة شارك فيه عدد من القيادات في السلطة المحلية، غير أنهم سرعان ما أقيلوا من مناصبهم. القوات السعودية فرضت أمراً واقعاً على المحافظة، حصار غير معلن تفرضه القوات السعودية والقوات الموالية لها على منفذي صرفيت وشحن، بعد أن حولت مطار المهرة إلى ثكنة عسكرية وسجون لمعارضيها. المخاوف من الوجود العسكري السعودي في المهرة له ما يبرره، ناهيك عن الانتهاكات التي تمارسها هذه القوات في المحافظة. يراهن المهريون على تماسك المجتمع رغم المخاوف الكبيرة من تحول المهرة إلى ساحة صراع بين أبناء المحافظة نفسها جراء التصعيد ضد ما يصفون بقوى الاحتلال، هذا إلى جانب استحداث دار للحديث ومراكز دينية سلفية هي الأخرى تعد مؤشرات خطر على السلم الاجتماعي المهري. تسعى المملكة إلى تثبيت أركانها في هذه المحافظة مستندة على القوات الموالية لها، آملة بغض الطرف عن تحركاتها المشبوهة في محاولة لمد أنبوبها النفطي واستحداث ميناء خاص بأنشطتها النفطية. بالتزامن مع اجتماع البرلمان المؤيد للشرعية، دعت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة المجلس إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ورفض الأطماع الخارجية في المحافظة. يقول المهريون في بيانهم إن التدخل السعودي يمثل تعدياً وتحدياً لإرادة أبناء المهرة وفرضاً لأجندة السعودية بالقوة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ أحمد بلحاف عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور والسرور وأهلاً بكم، وأسعدتم بالخير مساء لكم ولكل المشاهدين. أهلا بك. إذن في هذه الحلقة بداية نود أن يتعرف المشاهد معنا ونحن كذلك على الوضع في محافظة المهرة خطوة خطوة، لكن دعنا نتعرف على وضع المحافظة قبل التدخل السعودي، كيف كان؟
نعم، محافظة المهرة قبل دخول السعودية في 13 نوفمبر 2017 كان وضع مستقر مجتمعيين وسياسيين. كان أبناء محافظة المهرة في تماسك مجتمعي كبير جدا، وكانت هناك دولة، وإن كانت مركز الدولة ضعيف لكن في محافظة المهرة كانت الدولة حاضرة، هي الدولة حاضرة، قيادة السلطة المحلية متواجدة، هناك تماسك القوى السياسية داخل محافظة المهرة، هناك هيئة استشارية كانت موجودة إلى جانب المحافظ قبل تعيين المحافظ الجديد راجح باكريت أيام محمد عبد الله كده. فكان أبناء محافظة المهرة السلطة والأحزاب السياسية والمكونات السياسية والمجتمعية والحزبية أيضا في تماسك وفي في تفاهم وفي تناغم واضح لإدارة المحافظة وإبعادها عن أي صراع. نعم، إذا ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك دخول القوات السعودية في منتصف نوفمبر 2017 إلى محافظة المهرة وبالتحديد إلى مطار القيضة. وكان هناك رفض شعبي لهذه القوات كون محافظة المهرة لا توجد بها أي قوى خارج إطار الشرعية، فجميع مؤسسات الدولة حاضرة، قيادة السلطة المحلية حاضرة، المكونات الحزبية والمجتمعية وكلها مؤيدة للشرعية الدستورية ومثلا بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، إلا أن السعودية أبت ودخلت بقواتها ومعداتها العسكرية إلى مطار القيضة. بأي حجة دخلت؟ دون مبرر، فهي تأتي بمبررات وهمية تقول أن محافظة المهرة ممر للتهريب، ولكن هذا غير صحيح، فأدت بعتادها وجنودها وضباطها إلى مطار القيضة. فعندما عارض أبناء محافظة المهرة وبما فيهم قيادة السلطة المحلية حينها لم تكن تعرف عن هذا الغدوم إلى مطار القيضة، لم يكن يعني حتى بتنسيق مع المحافظ. كان حينها المحافظ الشيخ محمد عبد الله كده في الرياض بناء على دعوة من فخامة الرئيس لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالأمور الخدماتية في المحافظة. فحينها تم الاتفاق مع القوات السعودية أن هذا المطار سيتم استخدامه للغرض إنساني عبر مركز الملك سلمان، ولكن فتبين فيما بعد أن هذا غير صحيح، وأتت بعتادها وجنودها وضباطها وآلياتها العسكرية لمطار القيضة واستخدمته كثكنة عسكرية وكقاعدة عسكرية واسعة لتكون انطلاقة ممارساتها غير القانونية في محافظة المهرة. نعم، إذا ما الذي تريده السعودية في المهرة إذا كان يعني الحجة التي أتت بها غير مقنعة، يعني أن تحارب التهريب وما إلى ذلك؟ فبالتأكيد هناك هدف آخر، لا يعقل أن تأتي بكل هذه القوى العسكرية دون هدف. بالتأكيد. ما الذي فهمت؟ بالتأكيد طبعاً، فسعودية تطمح إلى أن تفتح لها ممر إلى بحر العربي، وتبين ذلك فبعد وصولها إلى مطار القيضة تم نشر قوة عسكرية واستحداث معسكر كبير حول ميناء نشطون المطل على البحر العربي والسيطرة عليه من قبل قواتها وميليشياتها. وهذا يوضح نية السعودية في أنها تريد السيطرة على هذا الميناء، وأيضا أن تعمل على توسيع نفوذها في تلك المناطق شرق الجمهورية اليمنية. فكل كل ما تفعله السعودية فهو بعيد عن أهداف الأهداف التي أعلن عنها التحالف العربي، بعيدة كل البعد، خصوصا أنها محافظة لم يقدم إليها الحوثيون وكانت تعيش في سلام ولم تتضرر بالحرب نهائيا. نعم، محافظة المهرة كانت بعيدة عن كل هذه الصراعات، بل تزامن مع قدوم السعودية وراجح باكريت المحافظة الذي ضغطت به السعودية على فخامة الرئيس لتعيين محافظا، تزامن قدوم القوى العناصر الإرهابية المتشددة إلى منطقة قشن، وقد عارض المواطنون وكانت هناك احتجاجات سلمية ومعارضات إلى أنه تواجدهم في منطقة قشن، إلا أنهم لا زالوا متواجدين بتمويل سعودي. ورغم أن المحافظة كانت آمنة، كان لا يوجد بها الحوثي ولا يوجد بها تنظيم القاعدة، لا توجد بها أي قوى خارج نطاق الشرعية، بل كل المؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية العسكرية والمدنية تحت إشراف الشرعية. يعني المحافظة التي يعني سلمت من كل متاعب الحرب وأوجاعها أتت إليها السعودية لتقوم بتدمير كل ذلك الهدوء والسكينة التي كانت تعيش فيه. يعني لو تحدثنا عن ملشنة هذه المحافظة، استجلاب ميليشيا من خارج أيضا المحافظة، كيف تم الأمر؟ تم الأمر بعد قدوم راجح باكريت في 1 يناير إلى محافظة المهرة، بدأت ملشنة المحافظة بشكل هائل وسريع، وبدأت أيضا السعودية تعمل على استخدام ميليشيات من خارج المحافظة وخصوصا من بعض العناصر المشبوهة وتمكينهم بالمال والسلاح والعتاد، وممارسة دور المؤسسات الشرعية وأضعاف المؤسسات الأمنية الشرعية وإقالة كل من يعارضهم. هذا الأمر قوبل بالرفض الشعبي من أبناء محافظة المهرة، وبدأ الاعتصام السلمي
الذي ناضل أبناء محافظة المهرة ومن خلاله برفض هذا التواجد غير المبرر، وكل العالم يعرف عن اعتصام السلمي لمحافظة المهرة، ولا زال أبناء محافظة المهرة متمسكين بسلمية الاعتصام ورفض هذا التواجد غير المبرر. السعودية تصر على إبقاء راجح محافظة المهرة رغم ما يرافقها من سلبيات العمل، سواء من تردي خدمات الطرق والكهرباء. هنا الآن في هذه اللحظة الغيضة تعيش في ظلام دامس. السعودية عندما قدمت إلى محافظة المهرة قدمت الكثير من الوعود وهي جرعة تخديرية، فالطرق منهارة وخصوصا بعد إعصار لبان الذي شهدته محافظة المهرة. الكهرباء في ظل انقطاع دائم سواء في الغيضة أو في مديريات المحافظة بشكل عام. فالأمر في السعودية منذ قدومها إلى محافظة المهرة لم تشهد محافظة المهرة أي من الأهداف المعلن عنها أو أي تنمية، كما تدعي بعض الوسائل التابعة الوسائل العالمية التابعة للمملكة العربية السعودية أو أدواتها. نعم، إذن قبل أسابيع سمعنا أيضا عن حضور مكثف للانتقال في المهرة ومحاولة استنساخ تجربة عدن، هل تم هذا الأمر؟ هناك رغبة من المجلس الانتقالي وخصوصا من الإمارات في استحداث أو مد نفوذها إلى تلك المناطق ونشر فوضى وتأسيس النخب أو الأحزمة على قرار عدن أو شبوة وتلك المناطق، لكن أبناء محافظة المهرة رفضوا ذلك. وفي الحقيقة هناك بعض من قيادات المجلس الانتقالي في محافظة المهرة ناس يعني شخصيات تتجاوب مع مطالب المعتصمين، وهناك تجاوب منهم، هناك حوار بينهم وبين قيادة المعتصمين وأبناء محافظة المهرة جميعهم على قلب رجل واحد، وسيرفضون كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم، ولن يقبلوا بملشنة المحافظة أو جلب عناصر من خارج المحافظة لفرض واقع جديد. أبناء محافظة المهرة بطبيعتهم يحبون الدولة، يحبون ودائما يعني يلجؤون إلى الدولة وإلى القانون، فلا يمكن أن يقبلوا بقوانين جديدة أو بأمر من الرياض أو أبوظبي جرى المحافظة إلى الفوضى. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الشيخ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق من المهرة. مساء الخير شيخ علي. مساء النور. إذا تابعنا بين بيان المعتصمين أمس حول مطالبتكم البرلمان والرئيس هادي أيضا بتحمل مسؤوليتهم تجاه أبناء المهرة، ما هي أبرز مطالبكم من الشرعية اليوم؟ مساء الخير لك شخصيا ولقناة بلقيس وكل المشاهدين الكرام. نحن بالحقيقة مطالبنا واضحة، ومطالبنا يعني المطالب كلها وطنية خص اليمني كل وليس المهرة. مطالبنا هو رحيل القوات السعودية والإماراتية، أصبحت قوات محتلة ولا نستطيع أن نسكت عن دولة جارة تحتلك وتحتل الشريط الساحلي والمطار والمواني والمنافذ وتدمر مؤسسات الدولة وتقييم مؤسسات بديلة. فنحن هذه مطالبنا، ومطالبنا أيضا يعني إنهاء كل الميليشيات، مظاهر الميليشيات التي تسجل خارج وزارة الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الرسمية. مطالبنا أيضا عدم التفريط في السيادة وعدم التوقيع على أي مشروع في هذا الظرف، لأنه قضية بيب النهر أو قضية بنا مينا أو قضية أعطاء قاعدة للسعودية أو الإمارات، نحن الحقيقة هذا نعتبره خرق للسيادة وخيانة في نفس الوقت من أي شخصية يوقع في هذا الضرب. فهذه مطالب المعتصمين، ونحن لازلنا عند هذا المطالب ولن نتنازل أطلاقا حتى تتحقق بإذن الله. بإذن الله. إذن ما هي برأيك مخاطر التحركات السعودية التي تقوم بها في المهرة على أبناء المهرة بشكل خاص وعلى الصعيد الوطني بشكل عام؟ الحقيقة المخاطر واضحة. السعودية لما دخلت ما قالت أنا دخلت باسم اتحاد، قالوا نحن دخلنا باسم السعودية، هي ومجموعة من مشايخ المهرة المجنسين في السعودية وعندهم مشاريع يريدوا يمرروها، فقام ابن المحافظة ووقفوا امام هذه المشاريع وفشلوها. تبغى قضية انسحاب القوات السعودية، نحن طرحناها على الشرعية وقلنا نحن نريدكم اقناع الاخوة الاشقاء السعوديين بسحب قواتهم. اذا هناك يحتاج الجيش الوطني الى فريق استشاري من ضباط سعوديين يعني لاي غرض كان، نحن ما عندنا مشكلة.
لكن تظل السعودية هي الحاكم، الضابط السعودي هو الحاكم الفعلي للمحافظة، هذا مرفوض جملة من التفصيل. نعم، يعني هل تود السعودية أن تتحول للحاكم الفعلي في المهرة بهذا الشكل؟ كرر السؤال. يعني هل تريد السعودية أن تتحول إلى حاكم فعلي على المهرة؟ لا، نحن ما نريد السعودية تتحول حاكم، نحن السعودية. نعم، السعودية هي تريد ذلك. السعودية، الضابط السعودي الموجود قائد القوى السعودية في المهرة هو الحاكم الفعلي. ولهذا نحن نريد رحيل القوات السعودية وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ على السيادة وأن تكون وأن يمارسوا اليمنيين سيادتهم على البلد، على المنافذ، على البحر، على البر، على الجو، على المطارات. ما نريد أن الضابط السعودي يكون بديل للشرعية، القوات السعودية تكون بديل للشرعية، ما يمكن هذا يقبل. نعم، إذا كيف يمكن إنقاذ المهرة من أزمة التدخل الخارجي ومخاطر إدخال المهرة في نفق مجهول، خاصة يعني تنازع الرغبات ما بين الرياض وأبو ظبي في فرض السيطرة على المهرة بطريقة أو بأخرى؟ الحقيقة أن السعوديين أو الإماراتيين أي محافظة يدخلون يشعلون فتنة فيها ويشعلون نار فيها، هذا واضح ومعروف. لكن أبناء المهرة يعني نتعشم فيهم انه يستفيدوا من التجاره في المحافظات الاخرى، وان يلتفوا يعني حول لجنه الاعصام، وان يعملوا كل ما في وسعهم، وان يحافظوا على السلميه. ونطالب القياده الشرعيه بالضغط على السعوديه باعتبارها هي القياده الشرعيه حتى يتم الاستجابه من قبل الاشخاص السعوديين وان يسحبوا قواتها من المهره. نعم. اذا في حال ان الشرعيه سكتت عن كل هذه التجاوزات التي تقوم بها السعوديه وهي عمليا الآن تعد صامتة، في هذه الحالة ما هي خياراتكم كأبناء للمحافظة؟ والله الخيارات، نحن ما عندنا بديل، نحن ما عندنا بديل، نقول نستسلم لا. فبالحقيقة الخيار الانزلاق إلى مربع يعني القتال هو يعني المرشح. نحن بالنسبة لنا ما عندنا بديل. نعم، لكن السعودية عندها بدائل. السعوديه تستطيع تقول ابناء المهرة ما دام انتم مطايقين ايش اللي يضايقكم؟ نحن يضايقنا هو احتلال الساحل المعسكرات، نقول لهم شلوا قواتكم. فما اظن ان السعوديه يعني انها تصمم الى انها تغاثل ابناء المهرة وتفجر معركه في شرق اليمن. ولكن السعوديين الى الان لم يسمعوا نداءات ابناء محافظه المهرة، نتمنى انهم يسمعوا هذه النداءات وان يحكموا العقل قبل أن ننجر إلى مربع الفوضى أو مربع القتال. نعم. إذا هل وجدتم أي تجاوب من قبل الرئاسة أو من قبل البرلمان يعني في من أجل قضيتكم التي لها مدة طويلة وأنتم تناضلون لأجل بقاء المهرة خالية من أي تدخل خارجي وتعود إلى ما كانت عليه؟ والله نحن نخاطب القيادة الشرعية ولازمنا نتأمل ونخاطب البرلمان ونعمل بيانات ونطلب منهم عدم التوقيع ونطلب منهم التدخل لإنقاذ المهرة من الانزلاق إلى مربع القتال ويقنعوا الأخوان السعوديين بالانسحاب. أي شيء مصالح عملية تخص السعودية أمن السعودية نحن مستعدين، إذا كان هناك في تهريب يضر السعودية يعني يضر الشرعية نحن مستعدين نتفاهم. هذا عندنا ألوية الشرعية موجودة وحدات عسكرية متكاملة تبغى بالحقيقة يعني بعض الاشياء وهي تقوم بالواجب. اما تجي القوات السعوديه وتكون هي البديله للقوات الشرعيه وللقوات اليمنيه هذا غير مقبول. ابناء المهرة لم يقبلوا هذا الكلام وسيعملون بكل ما يستطيعوا حتى يحرروا يعني محافظتهم. نعم، اذا الشيخ علي سالم الحريزي وكيل محافظه المهرة السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عوده اليك استاذ احمد. اذا يعني هناك الكثير من المطالبات التي تقدم بها بيان الاعتصام الذي قدم أمس للبرلمان بضرورة تحقيق مطالب المعتصمين، هل تتوقع استجابة من قبل البرلمان والرئاسة؟ نعم، هناك أمل كبير في أن يستجيب البرلمان لهذه المطالب، وقد وجه هذا الاعتصام يوم أمس إلى القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. وكما أشار الشيخ علي سالم الحريزي في مداخلته، نحن لازلنا نتأمل من الشرعية أن تتحرك أكثر مما هي عليه. بالأمس القريب شاهدنا البرلمان اجتمع واستبشرنا خير، وما تلاه في الجلسة الثانية أحد البرلمانيين
طالب بعدم التجنيد خارج إطار الدولة، وهذا في إشارة واضحة أن هناك أمور تحدث داخل المحافظات في المحافظات المحررة وخصوصا في المهرة، وهذه إشارة طيبة من البرلمان اليمني، ولا زال الأمل كبير من البرلمان أن يستجيب لهذه المطالب. البيان أيضا تناول مطلب أبناء محافظتي المهرة وسقطرى تحقيق أقليم المهرة وسقطرى على حدود 67، وهذه إشارة طيبة من المعتصمين لما يطالب به المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تحت قيادة الشيخ عبد الله بن عيسى الأفرار حفظ الله. نعم، إذن يعني تحدثنا عن كل هذه الأحداث التي مرت بها المهرة، وكان هناك موقف يعني قوي لأبناء المهرة. حدثنا بداية مقاومة كل هذا النفوذ، كيف تكونت لجنة الاعتصام وكيف استطعتم أن توصلوا رسالتكم إلى الجميع؟ أبناء محافظة المهرة انطلاقا من طبيعتهم ومن فطرتهم الطيبة في 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 وحبهم للسلم تكونت هذه الفكرة. فعندما قدمت القوات السعودية إلى محافظة المهرة وقبلها القوات الإماراتية، وفشلت طبعا القوات الإماراتية، وحتما ستفشل أي قوة قازية إلى أي بلد كونها قازية ستفشل. فأبناء محافظة المهرة استشعروا الخطر القادم إليهم، استشعروا خطورة الأمر، فتنادى الشخصيات الاجتماعية والشباب والكوادر ورؤساء الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني والمرأة، وتكونت لجنة الاعتصام. وكما شاهدتم لجنة الاعتصام تنفذ فعاليات سلمية، ووصلت رسالة إلى جميع المنظمات الدولية، إلى دول الجوار، إلى الشرعية. وظل انطلق الاعتصام من تماسك المجتمع المهري في أزاء هذا الموقف الذي اتخذته السعودية في محافظة المهرة، أو هذه التدخلات بالأصح في محافظة المهرة. وسيظل المجتمع المهري متماسك، والمعتصمين أيضا متماسكين ومتمسكين بسلميتهم. نعم، إذن يعني هناك أحاديث من قبل أنصار الانتقالي، ونحن كنا نتحدث قبل مداخلة الشيخ عن الانتقالي وما يقوم به، أنكم تتبعون مسقط وتشتغلون لصالح سلطنة عمان في عملية التهريب وغيره، ما هو تعليقك على مثل هذا؟ هذا أمر مفروغ منه، وهذه إشاعات ودعايات دائما نسمعها من مطابخ الرياض وأبوظبي. فنحن علاقتنا مع سلطنة عمان كما كانت علاقتنا مع الرياض أو أبوظبي أو أي دول من دول الجوار، احترام ويعني تبادل مصالح. نحن سنحترم مصالح السعودية إذا احترمتنا، لكن نحن لن نرضى بأن تنفذ أجندتها وطمعها على حساب السيادة الوطنية وعلى حساب كرامة الإنسان في اليمني في محافظة المهرة. سلطنة عمان دولة جوار تمدنا بالمساعدات الإنسانية، فتح طرقها أمام اليمنيين سواء للطلاب أو من يريد أن يتلقي العلاج، المساعدات الإنسانية، وهذا كله بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الزوبعة الإعلامية. أما ما يصدر عن من إشاعات من مطابخ أبوظبي والرياض فهذا أمر مفروغ منه ولا صحة لها طلاقا. نعم، إذن كانت تتمتع المهرة بكثير من التماسك المجتمعي. الآن بعد دخول السعودية ومن قبلها الإمارات ومحاولة تغذية بعض الفصائل، يعني هل تعتقد أنها ساهمت في زعزعة هذا التماسك؟ الرياض وأبوظبي ساهمت في زعزعة الأمن نوعا ما والاستقرار، ولكن تماسك المجتمع المهري لن تستطيع أن تنال منه، فتماسكهم أقوى من أي شيء. فالسعودية حاولت في فترة من الفترات أثناء مد علامات التمهيدية لمد أنبوب النفط، حاولت بالدفع بعض الشخصيات الاجتماعية والشيوخ من هم محسوبين عليها، ولكنها فشلت. فأبناء محافظة المهرة شخصيات اجتماعية ومشايخ وكوادر يرفضون مرحلة أن يوصلوا إلى الصدام فيما بينهم، والتماسك المجتمعي لا زال قوي ولن تستطيع السعودية أن تخترقه. ألم تستطع شراء ولاءات كما حدث مع سقطرى مع عدن؟ استطاعت نوعا ما أن تستطع بعض الولاءات ولكنها لم تستطع أن تأثر على التماسك المجتمعي في محافظة المهرة. إذن هناك أيضا من يعني يجد أن كل اعتصام ضد التحالف أو ضد السعودية والتدخل الذي تقوم به هو ضد الشرعية، ما مدى علاقتكم بالشرعية؟ ويعني هناك أيضا من سأل هل ما زلتم تابعين للحكومة الشرعية؟ أولا نحن في جميع اعتصاماتنا وفعالياتنا وبياناتنا نؤكد على تمسكنا بشرعية الدستورية مثل فخامة الرئيس، الفعاليات ترفع فيها صور فخامة الرئيس وعلم الجمهورية اليمنية، فهؤلاء هم المقرضون فقط في محاولات زرع أو في يعني عمل فجوة، أحداث فجوة بين الشرعية والمعتصمين. ما رأيناه في مارس الماضي نزول لجنة مكلفة من فخامة الرئيس، جلست لمدة 3 أيام مع المعتصمين، أخذت مطالبهم، ونحن على أمل من هذه اللجنة أن ترفق هذه المطالب ضمن التقرير إلى فخامة الرئيس، والبت في معالجات خاصة القضايا الاقتصادية والأمنية.
وهذا اعتراف من الشرعية بالمعتصمين. هناك قيادات في الاعتصام محسوبين على الشرعية، هناك قيادات محسوبين على الأحزاب الوطنية، فنحن جزء لا يتجزء من الشرعية الدستورية، وسنظل في إطار الشرعية ولن نخرج عن إطار الشرعية أبدا إطلاقا. نعم. إذا لو فتحنا ملف الانتهاكات التي تمت في المهرة، نعرف أن أي ميليشيا تأتي بأسلحتها وبمعسكراتها التي تريد، هي لابد أن تقوم بالكثير من الانتهاكات، وكما سمعنا أن مطار الغيضة تحول إلى سجن لهذه القوات. قرأنا تقارير حول أول حادثة سفك للدماء في منطقة الأنفاق في المهرة، ما هي تفاصيل هذه الحادثة؟ اولا لو تحدثنا عن انتهاكات السعوديه في محافظه المهرة، فالملف كبير وطويل وسيطول الحديث فيها، ولكن لو تحدثنا عن هذه الحادثه، فهي هذه الحادثه حدثت في ليله 13 نوفمبر 2018، بينما المعتصمين محتجين على استحداث السعوديه لسجن لانشاء سجون في تلك المنطقه واستحداث نقطه عسكريه خارج اطار المؤسسات الامنيه، اعتصم ابناء تلك المناطق في منطقه الانفاق، فهاجمت عليهم هاجمتهم المدرعات بوجود ضباط سعوديين، وهناك مصادر من تلك من المعتصمين يتحدثون عن وجود نفس المحافظ الموالي لهم راجع بكريت في الساحه في تلك الليله. واطلقت النار بشكل عشوائي على معتصمين سلميين، ما ادى الى استشهاد اثنين وجرح اخر، وهذه اول الانتهاكات الدمويه في محافظه المهرة، وانتهاكات كثيرة حدثت في نعم. كيف تعاملتم معها قبل أن ندخل انتهاكات البقية، خاصة بعد تغريدة المحافظ الذي تحدث عن وجود إرهابيين وما إلى ذلك، وتشكيل لجنة تحقيق ربما لم تسفر عنها أي شيء؟ بالطبع لم تسفر ولن تسفر، لأنها معروفة أي اتجاهات واتجاهات هذه اللجنة. تغريدة المحافظ كانت إدانة ودليل على تحركه في هذه فيها تلك الليلة واستهداف المعتصمين وتلفيق التهم الزائفة عليهم. تعامل المعتصمين مع هذه الحادثة بحنكة وذكاء، وتم التصعيد سلميا وتقديم شكوى إلى بعض المنظمات الحقوقية، وستظل اللجنة المنظمة للاعتصام تتابع قضية الشهداء إلى أن يتم محاكمة كل من تسبب في هذا الانتهاك. واللجنة المنظمة للاعتصام يعني دائما تتعامل مع كل الاحداث بحنكه بذكاء، لوجود كوادر ولوجود شخصيات اجتماعيه، ونحن حريصين على ان لا تنزلق محافظه المهرة الى الفوضى. نعم، اذا يعني لم يتم التحقيق او لم يتم الكشف عن نتائج تحقيق هذه اللجنة، هل حدث أيضا مواجهات أخرى أو اغتيالات كما السابق، أو ما هي أبرز الانتهاكات؟ نعم، هناك حدث انتهاكات كثيرة، منها في ليلة 4 يناير 2019 داهمت قوات سعودية منطقة الفيدمي شرق مدينة الغيضة لمخازن الصياديين ومصادرة ممتلكاتها وتمزيقها، ورافقهم مجموعة من الميليشيات المحسوبة عليهم، وهذا انتهاك ميليشيات محلية؟ يعني ميليشيات من خارج المحافظة. من خارج المحافظة. السعودية لا تمتلك ميليشيات محلية سوى بعض الأدوات الرخيصة طبعا. أيوة. من خارج المحافظة يمنيين. يمنيين من خارج المحافظة، ولا ينتمون إلى المؤسسات الشرعية، لا ينتمون إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية. فداهموا مخازن الصيادين في منطقة الفيدمي في مناطق بالحاف، وصادروا ممتلكات الصيادين ومزقوا ممتلكاتهم. لماذا؟ وهذا انتهاك لا يوجد أي مبرر، إنما لزرع الرعب وخلق الخوف لدى المواطنين منهم. فهذه الانتهاكات ايضا الدخول الى منفذ صرفيت بشكل عشوائي دائما، مدرعه سعوديه يرافقها ضباط سعوديين، تمزيق بضائع التجار، مضايقه المسافرين، ايضا اختطاف اثنين من المواطنين من داخل مسكنهم في منطقه احد ارياف الغيضه. لا يوجد اي سبب، فقط لان اذا تحدث او عبر عن رايه برفض هذه الميليشيات او هذه القوات يتم تخويفهم واعتقالهم الى 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 المطار، الى معتقل المطار. معتقل المطار ايضا ادانه تقرير حقوقي رسمي صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان فرع محافظة المهرة. نعم. وعلى أثره تلقى مدير حقوق الإنسان إقالة. نعم. وهذا نعم. بحد ذاته انتهاك. يعني نحن ناقشنا هذا الأمر في إحدى حلقات المساء اليمني، وكان معنا يعني الفكرة الآن، يعني كل هذه الانتهاكات التي تحدث، هل يتم رصدها؟ هل يتم توثيقها؟ نعم، هناك منظمات تعمل، على رأسها منظمة MRS، وهناك ناشطين حقوقيين من أبناء محافظة المهرة، وهناك ناشطين حقوقيين من أبناء اليمن بشكل عام، وهناك ناشطون من خارج الجمهورية اليمنية، وهناك تواصلات تتم،
وهناك ملف يتم اعداده وسيتم الافصاح عنه قريبا ليعرف الراي العام والراي الدولي والمجتمع الدولي والاقليمي معرفه ماذا تفعل السعوديه داخل محافظه المهره. نعم. لو تحدثنا عن الجانب الاجتماعي، ربما تحدثت انت في بدايه الحلقه عن يعني وجود جماعات متشدده او دينيه متشدده، وهناك انباء عن عزم الرياض انشاء مراكز دينيه سلفيه تابعه لهم، هل هذا الامر صحيح؟ هل تم انشاء مثل هذه المراكز؟ هذا الامر صحيح، تم في مطلع 2018 عندما قدم راجح باكريت كمحافظ للمهره مع الطائره السعوديه التي قدمت الى محافظه المهره، انشأوا مركز، حاولوا انشاء مركز لهؤلاء المتشددين في منطقه عشن لانه تم رفضهم، وحاولوا بطرق او اخرى ولكن جميع المديريات في محافظه المهره وجميع اهالي محافظه المهره رفضوا هذا الشيء، لكون بمحافظه المهره محافظه يعني ما هي من كوكب اخر او ديانه اخرى حتى يجيبوا لنا مراكز دينيه. هناك وسطيه، هناك اعتدال، يعني ابناء محافظه المهره يفهمون امور دينهم، فهذه جماعات تستر بالدين. راجح باكريت حاول مع الضباط السعوديين ان يفتحوا لهم اماكن سواء في قشن او في صيحوت او في حوف او في احد المناطق، لكن الاهالي رفضوا ذلك، ولكنهم لا يزالوا كخلايا متوزعين في بعض المناطق التي تقع تحت اشراف الميليشيات. يعني لا توجد لديهم مراكز رسميه ولكنهم بداوا بالانتشار. بداوا بالانتشار وتواجد داخل محافظه المهره منذ قدوم السعوديه. نعم، اذا طلبتم اكثر من مره باقاله المحافظ للعديد من الانتهاكات التي قام بها وعليه الكثير من المآخذ، ما الردود التي استطعتم الحصول عليها؟ نعم، اللجنة المنظمة والمعتصمين بشكل عام وأبناء محافظة المهرة طالبوا الشرعية بإقالة هذا المحافظ الذي يطلق عليه محافظ، وهو تم تعيينه بضغط سعودي طبعا، وهذا ما تؤكده لنا مصادرنا من مقربة من الرئاسة أنه تم بضغط سعودي لتعيين محافظة المهرة، ولكن عدم مقابلته ورفض الرئيس فخامة الرئيس مقابلة راجح لأكثر من مرة، هناك هذه إشارات بأن الأمور هناك تجاوب لمطالب المعتصمين وأبناء محافظة المهرة. نعم، لكن إذا هو مفروض فرض، هل سيستطيع الرئيس تجاوز رغبة السعودية في إبقائه؟ طبعا الرئيس هذه يمتلك شرعية ويحق له إقالة، وهذه أمور داخلية فلا يحق للسعودية، فهذا انتهاك. نعم، إذا كانت السعودية تدخلت لتأمين التهريب وما إلى ذلك وهذا أمر داخلي، هذا يعتمد على فخامة الرئيس هذه. نعم. إذا يريد أن يستجيب للإرادة الشعبية فهذا يعتمد على قرار فخامة الرئيس هذه، ونحن نأمل فيه خيرا أن يستجيب لمن يدافعون عن الشرعية في شرق اليمن. أما لا تجد أن الأمر يطول؟ يعني ربما منذ أول مقدم القوات السعودية تقريبا في نوفمبر 2017 نهاية 2017، يعني قرابة سنتين إلى الآن، وأنتم تطالبون وترفضون وتحدث مواجهات وتحدث انتهاكات، ومع ذلك لم يتم الاستجابة إلى حد الآن. لما دائما يتم التعامل مع الأمور بهذه يعني بهذا التجاهل أو بهذا البرود؟ لا أدري يعني كيف. هذا إن دل على شيء دل على مطامع السعودية وتنفيذ أجندتها داخل المحافظة، وأن الضغط السعودي على فخامة الرئيس هذه ضغط كبير، ولذلك نحن دائما نناشد بأن تتحرر الشرعية من قبضة الرياض، فهذا يدل على أن السعودية قادمة بقوة وأن لديها أطماع كبيرة في محافظة المهرة، وهذه الفترة التي طالت فيها دليل على أن السعودية لا زالت ترغب بأن تنفذ أجندتها داخل محافظة المهرة، ولكن تظل الشرعية شرعية الدفاع عن النفس مكفولة أيضا. هي حاولت أيضا أن تمد أنبوب نفطي، أليس كذلك؟ نعم، وضعت هذا حلم يراود السعودية منذ سنين طويلة، وقد سمعنا أن هناك مناقشة في هذا الموضوع أيام علي عبد الله صالح، ولم تنجح في هذا الأمر ولن تنجح الآن، فسعودية عملت على مد بعض العلامات التي كانت لطريق يرافق هذا الأنبوب، لكن أبناء محافظة المهرة في الجانب الصحراوي تصدوا لهذه العلامات و تم ازالتها، ولا زالوا رافضين لهذا المد، وابناء محافظه المهره بشكل عام رافضين لهذا الامر كونه غير قانوني، وفي مرحله استثنائيه، مرحله بلا تشهد حرب، اي مد انبوب واي باي طريقه واي اتفاق فهذا لا يتم الا عبر البرلمان اليمني. طيب. وهذه الاتفاقيات يصادق عليها البرلمان. ألا تعتقد هناك يعني من يتحدث عن القبول بانعقاد البرلمان في هذا الوقت انه ربما لتمرير مثل هذه الصفقات، خاصه وان يعني سيكون تحت اشراف السعوديه او بالحمايه السعوديه كما لاحظت في سيئون؟ بالطبع هذه نوايا السعوديه، ولكن نحن ثقتنا عاليه باعضاء البرلمان اليمني وقياده البرلمان اليمني، وهم يعرفون ان مصدر شرعيتهم هي الشعب، فذلك ان شاء الله لن يخذلوا الشعب.
نتمنى ذلك. خاصة يعني بعد سنين طويلة من الانتظار لانعقاد البرلمان. إذا يعني الأمر المستغرب أستاذ أحمد، يعني بشكل عام لو وجدنا خارطة الصراع مع الحوثيين نجد أن السعودية تهم الكثير من النقاط أو التحالف إن صح لي القول، الكثير من نقاط التماس والمواجهات وأيضا الجبهات، وتتجه نحو أماكن لا يوجد فيها شيء وتخلق فيها بؤر صراع ليست بالضرورية. يعني في الوقت الذي كان الحوثيون يحصرون حجور وينتهكون في الحديدة، السعودية تتمدد في المهرة وتقوم بانتهاكاتها هناك، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ نحن دائما نقول السعودية ما ذنبنا نحن إذا كان الحوثيين دائما يقتحمون الحد الجنوبي؟ كان الأولى من السعودية أن تأخذ هذه القوات وهذا العتاد والكمية الكم الهائل من المعسكرات التي تنتشر على الساحل او في الشريط الصحراوي الى 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 مناطق التماس، سواء في الحد الجنوبي الجانب السعودي او المناطق التي يتم فيها المواجهه مع الحوثيين في المناطق في المحافظات اليمنيه. ولكن كما يبدو ان السعوديه ليس لديها نيه في اجتثاث الحوثي، وانها زي ما يقول اعجبها الجو ان تظل الشرعيه مختطفه في الرياض، عدم وجود دوله لتنفيذ اجندتها، ولكن الاراده الشعبيه فوق كل هذا. اليست المهره احدى نقاط الاختلاف بين ابو ظبي و الرياض وإن لم يظهر علناً؟ كل واحدة تريد أن تسيطر عليها أكثر. هذا لم يظهر علناً، ولكن الإمارات كانت قبل السعودية وفشلت، ولكن كما يبدو أن هناك تم الاتفاق على تقسيم المناطق، فالإمارات ذهبت إلى سقطرة وظلت السعودية في المهرة، ولكن أبناء محافظة سقطرة أيضاً لن يقبلوا بالأطماع الإماراتية وسيرفضون كذلك كما رفضت المهرة التواجد السعودي الغير مبرر. نعم، إذن هناك غطاء إنساني عادة ما يتم يعني الحديث عنه. تعرف الإمارات تقوم بطلاء بعض المدارس ويتم الترويج لمثل هذه الأعمال، ما الذي تقوم به السعودية في المهرة؟ هل هناك ولو جانب يعني ولو بما يغطي الجانب الإعلامي قليلا؟ لو اختصرنا الإجابة لم تقم بشيء. لم تقم بشيء. ويعني المحافظة يعني كما أسلفت الغيضة في ظلام دامس، المديريات في ظلام، المشتقات النفطية من عدمة، أيضا الفساد المالي المستشري الذي يقوم به راجح باكريت وأذنابه في 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 السلطة. نعم. سلطة راجح، المحافظة قادمة على عجز مالي كبير، أيضا الطرق بعد إعصار لبنان متضررة، ما رأيناه في الأسبوعين الماضيين عدم الإيفاء بالالتزامات لشركة الرصيد التي تعمل على ترميم الطرق وسحبت معداتها عن ترميم الطرق، وهذا كل لم تستطع يعني حتى التعامل مع هذه. نعم. المشاريع. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الناشط الحقوقي محمد الأحمدي من إسطنبول عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات أخت آسيا وضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا بك. إذن بداية برأيك أستاذ محمد، لماذا يخلق التحالف بؤرة أزمة في شرق البلد وتحديدا في المهرة في الوقت الذي تعيش فيه انقلاب وكثير من المواجهات في العديد من الجبهات؟ مساء الخير. في الحقيقة أود أن أشير إلى أنني كنت في محافظة المهرة قبل عدة أسابيع وتسنى لي مقابلة عديد من النشطاء الاعتصام السلمي لأبناء المحافظة في الغيضة، واطلعت عن كثب على محاولات السعودية للأسف الشديد الزج بالمحافظة في أطون الصراع. هذه المحافظة ظلت بعيدة عن أي توترات أو صراعات في السابق. المحافظة بعيدة كل البعد، لم تطأها أقدام ميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن، وبالتالي احتفظت بطابعها السلمي والبعيد عن أي حتى صراعات سياسية من قبل. وللأسف الشديد التحالف بقيادة السعودية عندما أصر أو عندما يصر اليوم على إقحام هذه المحافظة في أتون مطامع معينة أو عسكرت المحافظة، هناك الآن أكثر من 7 أو 8 مواقع عسكرية أنشأتها القوات السعودية في هذه المحافظة، هم في الحقيقة ينسفون كل ما تبقى من ثقة لدى المجتمع اليمني بصدق نوايا التحالف لاستعادة الدولة في اليمن والوقوف مع أشقائهم اليمنيين في هذه المحنة التي يمرون بها وصولا إلى إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية. للأسف الشديد الممارسات اليومية للقوات السعودية في المهرة تؤكد أن هناك مطامع احتلال واضحة
سواء بالسيطرة على مطار الغيظة وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركز عمليات متقدم، وأيضا السيطرة على الموانئ المهمة داخل المحافظة، هذه المحافظة المترامية الأطراف والتي تمثل البوابة الشرقية لليمن، اليوم أصبحت يعني مرتعا للمطامع للأسف الشديد، وبالتالي تمخض التحالف في اليمن. نعم. فولد مطامع تحاول فرضها بقوة السلاح وبالعنف وبعسكرة في المحافظة. اليوم يتحدث الناشطون من أبناء محافظة المهرة عن رغبة السعودية في مد أنبوب نفطي. كان بالإمكان السعودية أن تبدأ بدعم ومساندة الحكومة الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة اليمنية واستعادة كل الجغرافيا اليمنية لتكون تحت سلطة شرعية، ومن ثم الحديث لاحقا عن أي مصالح مشتركة أو عن أي إمكانية للتعاون في أي مجالات. لكن اليوم نعم بطريقة يعني رسمية كما يحدث في الدول. لكن اسمح لي أستاذ محمد، كونك كنت هناك وكنت بالقرب فبالتأكيد يعني عاينت أو استمعت لكثير من الشهادات حول الملف الحقوقي والإنساني هناك، يعني هل وجدت انتهاكات؟ تعلم تماما أن أي جهة مسلحة تقدم إلى محافظة مسالمة بالتأكيد أنه يحدث صدام بينهما. بطبيعة الحال حصل هناك قمع للمتظاهرين السلميين في حادثة الأنفاق المشهورة، وقتل 2 على الأقل من المتظاهرين. هناك حديث أيضا عن اعتقالات تتم لبعض الأشخاص وإرسالهم إلى الرياض أو إلى خارج الأراضي اليمنية، وهذه مسألة خطيرة جدا وانتهاك واضح يعني جزء من الانتهاك للسيادة اليمنية. عسكرة المحافظة بحد ذاتها هو نوع من الانتهاك الصارخ لكرامة أبناء المحافظة ولحقهم في السلم الاجتماعي، لأن عسكرة المحافظة يعني فرض قيود على حركتهم على حرياتهم. من حق أبناء المحافظة أن يحظوا بسلطة شرعية بدولة بمكاتب تنفيذية تمثل الدولة اليمنية، ولا يعني ما الذي اقترفوه حتى يتم عسكرة محافظتهم على هذا النحو استجابة أو نزولا عند رغبة قوة خارجية لبسط سيطرتها أو لإنفاذ مطامعها في هذه المحافظة. وبالتالي الانتهاكات أيضا شملت التهديد لبعض الناشطين، وأحيانا يتم إلغاء أو قرصنة بعض الصفحات الناشطين داخل المحافظة. هناك محاولة للأسف الشديد لفرض الواقع القمعي في الخليج إلى الأراضي اليمنية، يعني هناك حديث أيضا عن محاولة استجلاب قوات للنخبة إلى محافظة المهرة، وهذه قوات للأسف الشديد سمعتها غير جيدة أو حزام أمني للمهرة، وهذه القوات لها تجربة مريرة في المناطق الأخرى المحررة في العاصمة عدن وفي حضرموت، انتهاكات صارخة ارتكبتها، وبالتالي هناك حالة من القلق في الحقيقة والتوجس ناهيك أيضا عن غياب أي خدمات أساسية داخل هذه المحافظة التي عانت كثيرا. نعم. أيضا من غياب دور السلطة أو الحكومة في الدولة. نعم. في الحكومات المتعاقبة. إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة أخيرة لك أستاذ أحمد، ماذا لو لم يتم الاستجابة لمطالبكم؟ ما الذي بيدكم؟ ستظل الاعتصامات والفعاليات السلمية مستمرة، وستظل أبناء محافظة المهرة متمسكين بالخيار السلمي إلى أن ترحل القوات السعودية المتواجدة في محافظة المهرة ومعسكراتها غير المبررة من حوف شرقا إلى المسيلة قربا وعلى مدى الشريط الصحراوي، وستظل السلمية هي نهجنا ومسيرتنا التي ابتديناها وسننتهي بها إلى أن ترحل السعودية عن محافظة المهرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد بلحاف، عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.